معكم نعيم المليلية، أنا فرحانة جاية عندكم، وأنا حصل لي الشرف نجي عندكم ونشارك معكم هذا الحفل بمناسبة عيد المرأة والحنة ديال شعبان. ياك أنا فرحانة، وأنا يا حاليا أنا في مدينة الجديدة. الأصل ديالي أنا يا نعيم المليلية، ولأني أنا من بني ملال، وأنا حاليا أنا مستقرة في مدينة الجديدة، وتشهرت بهاد الغنية ديال العشوية الشهرة. أنا جالسة في واحد المناسبة عند واحد الناس، جالسة خدامة عندهم، يعني كان كل شيء اللي جات نقولها، ناشطين مجموعين اللي جات نقولها هي تجي هاد الغنية. هاد الغنية قديمة وأنا حيتها، وجابت البوز في العالم، وأنا فرحانة وكسبت بها ناس وكسبت بها احباب، وكيعيطوا لي الناس من داخل المغرب وخارج المغرب، وانا فرحانه. وانا دابا انا معاكم. البدايه ديالي كيفاش بديت؟ البدايه هوايه، ماشي تقولي البدايه ديالي انا باش بديت هوايه، حيت هكا كنت باقه صغيره. انا باللي بديت عندي 18 عام، فحال هكا في الدرب الناس كيديروا العراضات، كنمشي عندهم نخدم عندهم. ملي كنمشي ما كنمشيش نخدم، كنمشي غير نتعرض، باللي كنتعرض تنوض نغني. وبزاف الناس ولاو كيعرضوا عليا، واخا بعاد كيعرضوا عليا الناس، كيقولوا لي عجبنا صوتك، يعني بغيناك تجي عندنا. كنمشي حتى انا من المعروضين، كنجلس بحالك بحال الناس، وكينوضوا باللي كتلحق واحد الوقت ديالي، كينوضوني كيطلبوني كيقول لي نوضي خدمي لينا. من تما صافي وانا نتعرف، بديت كنجد المناسبات. نعيم المليلية بعد ما تشهرات يعني عادي، انا كيعيطوا لي الناس، كيتصلوا بيا الناس، يعني انا فرحانه، يعني انا فرحانه باللي تشهرت، وفرحانه. التحيه لكل شيء اللي كيبغيني، التحيه لي اللي كيبغيني واللي ما كيبغيني التحيه لي. بالنسبه للازمه ديال كورونا تعذبنا، الحمد لله تمحنا مع الخدمه، تحبست لينا والفنانه كل متمحنوا، وكل داز علينا ازمه، والله مالك الحمد. وبقى دابا حاليا دابا احنا باقيين مأزمين، واش غادي نديرو؟ ما عندنا ما نديرو. الفنان كله مسكين خدا في عظامه، والفنان وكل من عدو هاد المناسبة ديال الفن ديال السرباية ديال كل شيء، يعني كعدازت علينا الأزمة ديال كورونا. لا دعم لا والو، ما كاين لا دعم، ما كاين لا رسيون لا حتى حاجة. الحمد لله تقصحنا وخدنا في عظامنا ورحنا باقيين. ودابا مع نيت هاد الأزمة ديال الزيادة، يعني الدروش كيتوعات، احنا نيت متمحنا ما عدناش الوقت، ما بقاتش الوقت واقفه، اللهم لك الحمد. هادشي اللي غنقول انا، يا تحيه للجمهور ديالي، وانا فرحانه. يعني انا واحد السيده بسيطه على قد الحال، والجمهور ديالي والناس خارج المغرب وداخل المغرب هما اللي كيدعموني بداك البغل اللي كيبغيوني، وداك الاتصال اللي كيتصلوا بيا. انا فرحانه، يعني الجمهور ديالي هو اللي هزني باش غدا انا نزيد لقدام ان شاء الله، وغاد نزيد لقدام ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.